بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المحاضرة الماضية تعرفنا بشكل نظري كيف إحنا أو إيش الخطوات اللي إحنا ممكن نمر فيها لما بدنا نيجي نعمل VR Application. حكينا عن الدياجرام أو عن الدياجرام اللي موجود قدامنا، المستوى اللي موجود في اليونيتي بين الهاير ليفل واللاور ليفل بشكل شوية مفصل، وفي النهاية وصلنا لأنه أنا لازم أحدد إيش الديفايس اللي بدي أشتغل عليه وأتوجه لموقع يونيتي أو على الموقع الخاص بالشركة اللي صنعت هذا الديفايس وأنزل التول كيت الخاصة فيها على أساس أبلش أشتغل VR Applications. وقلنا إنه اليونيتي من 5.1 وبعد بدأ يدعم الـ VR Applications وصار الموضوع عنده بلت ان موجود فيه وتحت او تسمى تحت عنوان الـ XR لانه يدعم الـ VR والـ AR supported للـ VR والـ AR. الان احنا بدنا نفعل الـ VR للبلاتفورم، واحنا طبعا قلنا البلاتفورم اللي هنشتغل عليه الـ اندرويد بلاتفورم. اول خطوة بدنا نحكي فيها التارجت بلاتفورم، بدي اعمل سيتنج للتارجت بلاتفورم للبروجكت الخاص فيه. طبعا احنا حنمر على الخطوات هذه كلها، بس في البداية بدي اعرف انا كل ديفايس وايش بيلزمني له تارجت بلاتفورم وايش بيلزمني له اس دي كي وايش بيلزمني له على اليونيتي باكج على اساس انزل له اياها واجهزها اللي اقدر اشتغل عليها بعد هيك كابليكيشن. طيب الوقت في عندي HTC VIVE، بدي انتقل انا هنا. هاي HTC VIVE اللي حكينا عنه قبل هيك، هو عبارة عن Head Mounted Display مع الكنترولرز الرايت والليفت كنترولر، وبرضه بيجي معها كمان السماعات. وحكينا في الاول كان مدعوم فقط لل HTC devices، لكن الان مدعوم من شركات تانية او في كتير devices. طبعا الهيدسيت اللي موجودة هذه بتسمح لي ان انا اشاهد السين اللي معروضة امامي، والكنترولرز بتسمح لي اني اعمل interaction واتجول في السين اللي موجود عندي، والصوت طبعا حيعطيني البعد اللي هو الصوتي او اضافة الصوت للمشهد الموجود عندي راح يعطيني الواقعية اكتر، خصوصا لو كان الصوت برضو تفاعلي بيعطيني اصوات او اصوات حسب التفاعلات اللي انا ممكن اعملها في المشهد الموجود عندي. طيب ايش التارجت بلاتفورم؟ يعني انا لما بدي اجي اشتغل للـ HTC هذا بدي اشغله على اي بلاتفورم، هو بيحكي لي التارجت بلاتفورم هو ستاند الون. ستاند الون يعني انا بقدر اشبكه في جهاز بي سي عادي واعرض عليه، يعني ما هو لا هو اندرويد ولا هو اي او اس ولا بيشتغل على ويندوز ولا شغله، انا بعطيه الابلكيشن وبشغله مباشره. بيلزمني في ار اس دي كي، طبعا الفكره هنا انه ما بحطش في جوال عشان انا اشغله تمام او اشغل التطبيق فيه، لا هو في داخله بيتم العرض مباشره. الـ VR SDK في عندي حاجة اسمها الـ SDK Open VR وبده Steam VR Plugin. يعني أنا الآن لو بدي أشتغل للـ HTC بدي أرجع لأنزل اللي هو الـ Steam VR Plugin اللي حكينا عنه في المحاضرة الماضية. طيب في عندي اللي هو الـ Oculus Rift، نفس الفكرة نفس فكرة الـ HTC، لكن هذا من شركة تانية، شركة أوكولوس، شركة أمريكية صنعت أول نسخة منه في 2012. أيضا هو ستاند ألون، يعني ما راح يشتغل على نحكي أندرويد أو آي أو إس. زي ما احنا ملاحظين في الفيديو الموجود أمامنا حيكون في النظارات، حيكون في عندي الكنترولر للليفت والرايت، وبرضه في النظارات موجود السماعات. هنا حيتوصل
مباشرة بجهاز الحاسوب من خلال الكيبلز اللي موجودة عندنا هنا. لو بس هيك خطوات سريعة كيف احنا ممكن نشتغل. هو الآن لو نيجي نطلع عليه بده يلعب لعبة باستخدام الأوكولوس ريفت، فبالتالي راح في المكان اللي هو موجود فيه حاول يحسب المساحة اللي راح يتحرك فيها، تمام. راح يلبس النظارة هذه ويضبطها، طبعا في ضبط الإطار اللي حول الرأس، وفي كمان ضبط للعدسات بحيث تعمل الزوم وتعمل الفوكس بحيث تتلائم مع كل شخص، لأنه عرض الوجه وبعد العينين بين كل شخص والتاني مختلفين. بعد هيك اللي راح يصير انه الان بدا يشغل، راح اعطى الكنترولر الارضيه، يعني ضغط على الارض انه هاي الارضيه، وحدد الاطار اللي هو حيتحرك فيه، حيعمل له حواليه اطار زي اطار هولوجرام، حيعرض فيه فقط المشهد على اساس انه ما يتصادم في العناصر اللي خارج هذا المشهد. فهو الان حدد الاطار اللي راح يشتغل فيه، مباشره راح على موقع او على لعبه من الالعاب الاوكولاس ريفت، شغل هذه اللعبه ويبلش يلعب فيها. الآن هو الآن هو شايف اللي احنا مش شايفينه طبعا، وهو داخل اللعبة الآن بالشكل هذا بيتفاعل وبينتقل، لكن الحركة كلها بتكون داخل الإطار اللي هو حدده للأوكولاس ريفت. طبعا زي ما قلنا هذه ستاند ألون، مش أندرويد، ما بتشغل على جهاز أندرويد ولا أي أو إس، تنشبك في جهاز في لابتوب وبتبدأ تشغل عليها اللعبة بشكل مباشر. بالنسبة للنوع اللي بعده عندنا الويندوز اي ام ار، طبعا هو نظارة بسيطة جدا تشتغل على بيئة ويندوز 10 مباشرة، بدها الويندوز طبعا الاس دي كي الام ار الميكست رياليتي. في عندنا كمان الجير في ار جو، طبعا هذا الجير في ار هي هيدسيت هيد ماونتد ديسبلاي من شركة سامسونج، تشتغل على الاندرويد، بدها الفي ار الاس دي كي اللي هو الاوكيولوس واليونيتي باكج الاوكيولوس انتجريشن. اذا احنا ملاحظين هي ماخذه نفس الاوكيولوس ريفت، يعني ماخذه اسم الاوكيولوس شركه اوكيولوس الامريكيه، لكن هي راح تشتغل للاندرويد، يعني هي ما هي ستاند الون، لازم انا اعطيها جهاز سامسونج او جهاز اندرويد علشان اقدر اشغل عليها الابلكيشن. هاي الجير في ار الخاصة بسامسونج، في طبعا النظارة لحالها وفي النظارة مع الكنترولر اللي موجود هنا. لو طلعنا عليها هنلاقيها نظارة في ار عادية، بتحتاج جهاز اندرويد عشان اقدر انا اشغل هاي النظارة، لكن اعداداتها ودقتها ودقة عدساتها عالية جدا جدا، الكنترولر اللي فيها دقيق برضه، ممكن في عدد كبير من الأزرار اللي احنا ممكن نتحكم من خلالها بالمشهد اللي موجود. وطبعا معطينا بعض المشاهد على موقع سامسونج، هذا الموقع ان شاء الله برضو ححط لكم اياه كمان في الديسكريبشن. النوع اللي بعده في عندنا لجوجل، جوجل عامله نوعين، تمام. في عندنا الدي دريم وفي عندنا الكاردبورد، هذول النوعين للاي او اس، نوعين بسيطين. هاي الدي دريم طبعا هاي في لها كنترولر من شركة جوجل وبتشتغل مع سماعات وبتنحط لها جهاز اندرويد، وفي عنا الكاردبورد الخاصة بالاندرويد، وفي عنا كمان نفس الكاردبورد للاي او اس، تمام. لكن هاي كاردبورد مصنوع من الورق او من الكرتون بشكل بسيط جدا، لكن بتقدر تعطيني الفكرة البسيطة تاعت الفي ار اللي هو العزل في الرؤية، انه العين اليمين شايفة اشي غير العين الشمال. طبعا بالنسبة للدي دريم والكاردبورد هدول التنين راح ياخدوا او بيشتغلوا على الاندرويد. الدي دريم بده الفي ار اس دي كي دي دريم، الكاردبورد الها كاردبورد خاص فيها اس دي كي. بالنسبة لليونيتي باكج حناخد جوجل في ار اس دي كي لليونيتي، وهنا نفس الشيء، لكن اذا انا بدي اشتغل على الجير او على الكنترولر وعلى الصوت بدي الدي دريم اليمنتس، تمام. يعني بدي استخدم بعض الاليمنتس اللي داخل الاس دي كي. اذا كانت الكاردبورد انا بدي اطور لها او اطور للاي او اس من خلالها،
برضو بدي ال SDK الكاردبورد، والجوجل VR SDK لليونيتي بيدعم ايضا ال iOS. هنا نجمل الكلام بشكل سهل او بشكل بسيط جدا، ايش انا البلاتفورم اللي بدي اشتغله وايش الديفايس اللي بدي اشغل الابليكيشن عليه. احنا راح نشتغل على يعني الاشي الابسط، الكاردبورد اللي هو موجود او الدي دريم، هاي الشغلتين البسيطات اللي موجودة عندنا واحنا ممكن نشتغل عليهم. هاي الانواع اللي حكينا فيها واللي راح نكمل عليها. اول خطوة setting your target platform. انا الان بدي انتقل لليونيتي واعمل الاعدادات للتارجت بلاتفورم. كمان مرة التارجت بلاتفورم ان انا بدي اشغل الان على الاندرويد، فانا بدي اجهز اعداداتي للاندرويد. بدكم بزيادة تفاصيل اكتر لكل البلاتفورمز الثانية، الكتاب اللي موجود عندكم على الموديل موضح فيه بالخطوات كل البلاتفورمز مشروحة بشكل مفصل. الان اليونيتي بشكل افتراضي هو مجهز للستاند الون ديسكتوب بلاتفورم، يعني اذا انا بدي اشتغل شغله ستاند الون فبالتالي انا من غير ما اعمل اعدادات كتير اليونيتي هيك مجهز انه يدعم الستاند الون. لكن اذا انا بدي اشتغل على شغله ثانيه زي الاندرويد او الاي او اس، لا لازم اجهز اعدادات زي ما حنحكي الان بالتفاصيل. اول حاجه بدنا نفتح السين اللي شغاله عندنا في الاندرويد على البيلد سيتنج، ونختار البلاتفورم او من البلاتفورم ليست اللي بدنا اياها نختار البلاتفورم اللي لازمنا. احنا طبعا زي ما قلنا بدنا نختار الاندرويد للجوجل دي دريم والجوجل والكارد، تمام. انا هختار الان الاندرويد وحضغط سويتش بلاتفورم. لكن انا عشان اول مره بالنسبه لكم بدكم تشغلوا او تحولوا على الاندرويد راح يلزمنا خطوه اضافيه، مش حلاقي السويتش مباشره فحيلزمني خطوه اضافيه. ننتقل لليونيتي نعمل بروجكت جديد. طبعا اليونيتي راح يفتح ثاني. إذا يعني ذاكرين في المحاضرة الماضية طلبنا ننزل الـ SDK أو التول كيت هذا الخاص بالـ VR، هو اللي راح الآن نستخدمه في اليونيتي. هاي اليونيتي فتحت عنا. اللي راح يصير اول حاجه حروح على فايل بيلد سيتنج، احنا قلنا الان بدنا بيلد بعدين رن، فحاجه على فايل بيلد سيتنج واختار الاندرويد. الان اذا انا بدي على البي سي، لاحظوا انا عشان كنت عامل السين على الاندرويد، اذا ضغطت على البي سي بيقول لي سويتش بلاتفورم، ضغطت على الاندرويد بيقول لي بيلد. طيب لو ضغطت على الاي او اس، لاحظوا ما فيش عندي اشي الان، فيش سويتش ولا بيلد. ليش؟ لانه مطلوب انزل ال الكيت، تمام، التول كيت بتاعت الاي او اس. لو ضغطت على الاوبن داونلود بيج هنا هيفتح لي مباشره ان انزل التول كيت بتاعت الاي او اس. فهنا حاجه على الفي ار بانوراما في ار وانزل التول كيت هذه، تمام. لاحظوا التول كيت عندي للاي او اس 800 ميجا كبيره جدا. انتم راح تروحوا على الاندرويد، الاندرويد راح تلاقوا نفس الزر هذا فيه اوبن داونلود بيج، تمام، راح تضغطوا عليها وحينزل لكم هذا الملف. الملف هذا للاندرويد تقريبا 400 او 500 ميجا، راح اثبته دبل كليك عليه واثبته زي اي برنامج عادي، تمام. انا عشان مثبته على الجهاز فراح اوقف، يعني حاعمل كانسل، بتثبتوا لليونيتي. طيب اللي راح يصير يس انا بدي اوقفه، اللي راح يصير انه هنا راح الاقي انه صار في عندي في الاندرويد في عندكم زر السويتش بلاتفورم بيشتغل، تمام. يعني الان حاعمل العمليه من جديد، هاي نيو بروجكت، نيو بروجكت، هاي في ار مثلا،
هاي كرييت. لان انا الاندرويد يفترض تثبت عندي، بس بدي اجي اعمل سويتشنج بشكل افتراضي. قلنا هو شغال للويندوز، اليونيتي شغال للويندوز، فانا الان حاعمل سويتشنج بس للسين. فايل بيلد سين، لاحظوا انا الان جاي عندي على البي سي والماك واللينكس، بدي اختار اندرويد واختار سويتش بلاتفورم. هنا الان راح يبدا يعمل سويتشنج ويحولني لاني انا اشتغل اندرويد ابلكيشنز. هذا في البيلد. تمام، خلصنا سويتش. خلاص هيك انا بكون عديته او جهزته للاندرويد. انا هنا حط فيه، لو رجعت لفايل بيلد سيتنجز راح الاحظ انه هو ضايل على الاندرويد. تمام، طيب الخطوه اللي بعدها بدنا نعمل سيتنج الاكس ار اس دي كي. When your project is built with VR supported enabled in player setting, it renders stereoscopic camera view and run on a HMD. يعني احنا حكينا انه لما بديش انا اشغل الـ VR يفترض يرندر لي stereoscopic camera عشان يشتغل على الـ head mounted device او display. الان بدنا نروح على البلاير سيتنج من اديت واختار بروجكت سيتنج واختار البلاير. في البلاير انا راح اجي اختار افعل خيار الاكس ار، ومن خيار الاكس ار بدي اعمل تشوز للفيرتشوال رياليتي اس دي كي اللي بدي اياه. تمام، اللي بدي اياه من وين؟ من التيبل اللي حكينا فيه من شويه هذا. تمام، طيب بنروح لليونيتي اديت بروجكت سيتنجز بلاير هنا، وانزل تحت راح الاقي في عندي خيار اكس ار سيتنجز. خلينا نكبر عليه بس. الاكس ار سيتنجز بدي اجي اشغل الفي ار فيرتشوال رياليتي سبورتد، نحط عليها صح وانتظر. الوقت انا شغلت الفي ار بيقول لي الاس دي كي اللي بدك تحمله بده يدعم مين؟ بدي اجي على الاضافة زائد، بدي كارد بورد، بدي دي دريم، بدي الاتش ام دي، بدي الاوكولاس، بدي الفيفوريا. هذا حنحكي فيه الفيفوريا بعد هيك. خلينا ناخذ مثلا الدي دريم او الكارد بورد الابسط، ابسط واحدة فيهم الكارد بورد. طبعا انا ضغطت عليها حياخذ لحظات انه يحمل الاس دي كي الخاص فيها هنا. تمام، اذا بدي كمان واحدة معهم ممكن اجي احمل كمان الدي دريم. هي اجت الدي دريم الاس دي كي تاعت الدي دريم. هيك انا بقدر اشتغل على الاكس ار، اكس ار في ار والاي ار. تمام، خلصنا هذول التنتين. خلاص انا الان ضفت الاس دي كي اديت زي ما حكينا بروجكت سيتنجز، حشغل اجي على الاكس ار واشغل الفي ار سبورتد، واروح اضيف من هنا الاس دي كي اللي بدي اياه. اللي بديش اياه باجي بعمل له بحدده وبعمل له من هنا ماينس او بأطفي. هذا الكلام اللي حكيناه كيف احنا ممكن نختار ونضيف او نحذف. الان بدنا نعمل انستولينج للتول كيت. الخطوة اللي بعدها حروح على الاسيت ستور تبع يونيتي وادور على الباكج اللي بدي انزله. الباكج اللي احنا بدنا ننزله طبعا انا حاعطيكم اياه، الباكج اللي نزلناه في المحاضرة الماضية.
حاعطيكم الرابط تبعه برضو هذا الجوجل في ار فور يونيتي. كيف احنا ممكن نعمله امبورتنج اسيت امبورت باكج كاستم باكج، وحاروح على الباكج هذا هيعمل له امبورتنج للبروجكت الموجود عندي. يعني هاي ثلاث خطوات، الخطوة الأولى جهزنا امبورت، عملنا بيلد لليونيتي للاندرويد. الشغلة الثانية البلاير برضو حولناه أو جبنا له الاس دي كي تبعه للكارد بورد اللي هو حيشغل. أنا بدي أعمل بيلد للاندرويد وبدي أشغل على الكارد بورد، فأنا رحت من إديت للبلاير عملت له إعدادات إنه أنا بدي أشغل على الكارد بورد أو على الدي دريم. رقم ثلاثة جبت الأسيتس، مجموعة الأسيتس أو مجموعة الإضافات الخاصة بالأندرويد. المجموعة الإضافات الخاصة بالأندرويد زي ما قلنا وأعطيناكم إياها موجودة في الأسيت ستور بشكل مجاني، تمام، وحاطيكم إياها في مجلد الدرايف وفي الديسكريبشن أسفل الفيديو. هنا عماله بيثبت فيها زي ما عملنا أي أسيت قبل هيك، بضيف لي فيها. تمام، هاي الخطوه اللي بعدها عملناها الانستولينج. طبعا هنا المشروع ان انا بدي اعمل داونلود بعدين اجيبها على البرنامج، احنا الان هي موجوده عندنا بس عملناها من كاستم باكج وعملنا لها استيراد. طبعا الاسيت اللي جبناها موجود فيها كتير فايلز كتير بريفابس، ممكن احنا نمر عليهم او نمر على بعض من هاي البريفابس. هاي جوجل في ار، هاي في عندي environment، لاحظوا عندي environment وهاي الانفايرومنت لها كودينج وبعد هيك بقدر انا اتحكم فيها بشكل كامل. في عندي كمان materials اذا بدنا materials، في عندنا models فيها. طبعا خلينا بس نعمل له سكيل، هاي موديلز، وفي عنا كمان بعض البلاجنز، كثير شغلات من هاي حنستخدمها تمام بعد هيك. في منها شغلات اكواد، في عنا بريفابس، لو انا عندي كارد بورد، بارتيكلز، كنترولرز، ايفنت سيستمز، كل هذه العناصر بتلزمنا اثناء العمل. هيها جاهزه بدل ما احنا نبلش يعني نبني فيها من الصفر، ممكن انا اشتغل فيها وكلها مخصصه للفي ار للاندرويد. الان ايش الخطوه اللي بعد هيك؟ احنا جهزنا، الان بدنا نروح ان شاء الله تعالى في الدرس اللي جاي نعمل كرييتنج لكاميرا ونجهزها للفي ار، نتشغل للفي ار. هذه الكاميرا حنستخدمها ونعملها كبريفاب ونستخدمها بعد هيك في كل الابلكيشنز اللي بدنا اياها. جهزوا اليونتي عندكم للاندرويد عشان نقدر نشتغل الخطوات اللي بعدها. يعطيكم العافيه.